تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة. هذه الآية الكريمة تخبرنا أن فرعون وجماعات كانت قبل فرعون كلهم عصوا رسول ربهم، فأي نوع من الرسل هو الذي يسمى برسول ربهم؟ هل هو رسول من مثل جبريل، أو رسول من مثل روح القدس، أو رسول من البشر من مثل محمد وعيسى وغيرهم؟ في الواقع لقد ميزنا من قبل بين رب العالمين وهو الله وبين كلمة رب عندما تنسب لجهة محددة، من مثل ربك وربهم وربنا، حيث يكون المقصود حصريا هو جبريل. وفي المصحف لم يوصف أحد بأنه رسول ربنا، أي رسول قادم بأمر جبريل، إلا في هاتين الآيتين، وكذلك في آية ثالثة فقط. ففي هذه الآية كان رسول ربك هو روح القدس، لأن ربنا جبريل هو الذي أرسله، وجبريل هو من ضمن الملأ الأعلى، لذلك جاء فعل الإرسال بصيغة الجمع فأرسلنا، مما يدل على أن ليس فقط محمد وعيسى اتحد معهما روح القدس عندما كان ينطق على لسانهما النص المقدس، وإنما رسل كثيرة غيرهما أيضا. ونستمر في سورة الحاقة ذاتها إلى أن نصل إلى قوله خذوه فغلوه، فمن الذي يأمر بأن يأخذوا إلى الجحيم من لا يؤمن ولا يفعل الخير؟ ولأن المصحف هو كائن حي ويعلم ما الذي يخطر ببالك، ويعلم أنك ستسأل هذا السؤال، فأجابك عليه بقوله إنه لقول رسول كريم، أي أن هذا القول خذوه فغلوه إنما هو قول رسول كريم. فمن هو هذا الرسول الكريم؟ هل هو روح القدس الذي تم ذكره في بداية السورة ذاتها، أم هو رسول آخر؟ لنعرف الجواب علينا أن ندرس كل الآيات المتعلقة بالجحيم، حيث وبعد دراستها نستنتج أن المسؤول عنها هو ربنا جبريل، أي أن الجحيم لا علاقة لها بروح القدس، بل ولا حتى بالله سبحانه. ففي هذه الآيات ارتبطت الوقاية من عذاب الجحيم بربك، كما ارتبط بربك الأمر بالأخذ إلى الجحيم، وهنا ارتبط أيضا الجحيم بربك. وحتى من رب العالمين تختلف عن رب العالمين، فرب العالمين هو الله، بينما من رب العالمين فهو من يكون تحته مرتبة، حيث عندما كان تنزيل رب العالمين ذاته أي الله، قال عندئذ وإنه لتنزيل رب العالمين، أي من غير حرف من، كما أخبرك أن الجحيم هي عقاب من كذب بالبعث بعد الموت. وكذلك هنا إنكارهم للبعث كان سبب دخولهم الجحيم، وهنا قول ربهم أنهم لذائقون هو تفسير لهوية من الذي قال في السورة السابقة ذق، وذلك ليقدم لك تأكيدا إضافيا بأن هذه النوعية من السور القصيرة التي ذكر فيها الجحيم، كيف أن الأمر عندما يصدر فيها فلا داع لأن يشرح لك عمن صدر، أي من هو قائله، لأن القائل هو ربنا جبريل تحديدا. كذلك في هذه الآيات ربط للجحيم بربنا، وكذلك هنا ربط للجحيم بربنا، بل أكثر من ذلك، فجريمة هؤلاء الداخلين إلى جحيم ربنا هي أنهم خالفوا واحدا من محرماته العشرة التي حرمها هو عليهم، وهي المتعلقة بالكيل والوزن تحديدا، أي أنهم تعدوا على ما حرمه ربهم وليس على ما حرمه الله، فعاقبهم ربهم بالتالي عليه في جحيم دنيوي يأتي بعد الموت ومكانه في الدنيا، بما أن الدنيا هي من اختصاص ربهم، بينما الله يعاقب الذين يخالفون عن أمره في الآخرة. وبينما هنا ربنا ارتبطت به الجنة والجحيم كلاهما، بما أن جنته دنيوية وجحيمه دنيوي أيضا، نجد أن الله يقتصر على إدخال الجنة ولكنه لا يدخل إلى الجحيم، فهنا إصرار واضح في التعبير أن الله لا يدخل أحدا إلى الجحيم.
بل حتى عندما يقيهم الله عذابا فهو لا يقيهم من الجحيم وإنما من عذاب السموم. وليؤكد عليك أن الجحيم إنما تكون في الحياة الدنيا وليس في السماوات، سمى النار التي يصنعها البشر للتعذيب أيضا بالجحيم، وذلك ليفهمك أيضا أن طبيعة العذاب الذي هو في الجحيم إنما هو مشابه لابتلاءات الدنيا التي تصيب بعض الناس اليوم من مثل أن يحترقوا بالنار، أي أنها نار عادية وليست ذات مواصفات عجيبة، بل أكثر من ذلك، ولشدة دنيوية الجحيم ولارتباطها بالدنيا فيمكنك أن تراها اليوم حتى قبل الموت، وذلك في حال أنك وصلت إلى مرحلة من العلم الدقيق الذي يوصلك إلى مرحلة اليقين. كل ما سبق يؤكد بوضوح كوضوح الشمس أن الرسول الكريم إنما هو ربنا جبريل، لأن روح القدس هو ليس ربنا وإنما رسول ربنا. ثم عاد في سورة أخرى وشرح لك صفات أخرى عن الرسول الكريم، ونلاحظ ارتباط الكلام عنه بالكلام عن الجحيم. وقوله ذي قوة عند ذي العرش يعني أنه يأتي تحت الله مرتبة، وعلى نحو مباشر أي ليس بينهما مرتبة أخرى، فالله هو الوحيد الذي وصف بأنه ذو العرش، أي لم يذكر صفة لعرشه، هل هو عرش عظيم أم عرش كريم أو نحو ذلك، لأنه عرش مطلق وبالتالي من الممكن عدم وصفه. ومكين هي ليست صفة للعرش وإنما صفة الرسول الكريم، وكذلك صفة أمين هي صفة اتسمت بها مجموعة محددة من الرسل من البشر، وهم الرسل الذين يطلبون من الناس مطالب معينة وإن لم ينفذوها لا تؤخر عقوبتهم إلى يوم القيامة، وإنما يتم عقابهم في الدنيا حيث تتم إبادتهم عن آخرهم، وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى. وموسى تحديدا هو خير من يفهمك معنى الأمين، نظرا لأنه كان متعدد أنواع الرسالة، أي متعدد المهام والتوجهات، فقد كان رسول رب العالمين وكذلك رسول من رب العالمين، أي مع حرف من، وكذلك رسول ربك، أي ينطق روح القدس على لسانه بما يتعلق بنقل الوحي الحرفي إلى الناس، ورسولا نبيا، ورسول الله، ورسول كريم، ورسول أمين. ورسول أمين هي الصفة التي هي موضوعنا اليوم، حيث أن رسول الله تعني أن العقاب لمن لم ينفذ أوامر الله إنما يكون في الآخرة، لأن الآخرة هي التي عند الله، لذلك كان موسى رسول الله من جهة مخاطبته لقومه المستضعفين، ومن جهة نقله للدين إليهم، ولذلك كان محمد هو رسول الله لأن الأمم التي استهترت برسالته لم تتم إبادة أي واحدة منها، فعقابهم مؤجل إلى الآخرة. أما موسى فكان رسول أمين عندما توجه إلى قوم فرعون تحديدا، لأنهم لم يكونوا مستضعفين بل كانت السلطة في أيديهم، وكانوا متسلطين على رقاب العباد يعذبونهم ويستعبدونهم، فقد كان موسى رسول كريم بما أنه كما شرحنا من قبل كان كالجوهرة النادرة الكريمة، من جهة أنه هو فقط من ذكر القرآن بأن الله كلمه تكليما، أي هو بين البشر كما هي علاقة جبريل بين الملأ الأعلى بالله سبحانه، حيث أن جبريل هو الوسيط بين الله وبين خلقه، لذلك موسى يبلغ قوم فرعون تحديدا مضمون كلام الله، وهو التالي: أدوا إلي عباد الله. ولذلك استخدم حرف أن التفسيري، لأنه يتكلم نيابة عن الله وليس الله هو الذي يتكلم، أي هو ينقل إلى قوم فرعون مضمون كلام الله وليس حرفيته،
فموسى هو كريم من جهة إبلاغهم هذا المضمون عن الله، لكنه أمين من جهة أنه سينفذ فيهم العقوبة في الدنيا في حال لم ينتهوا عن طغيانهم بالذات، أي هو لن يجبر قوم فرعون على الصلاة، وإنما يجبرهم على التوقف عن طغيانهم. فاستخدم فعل الأداء مع حرف الجر إلى مع الأمين ليفهمك أن المقصود هو أداء المؤتمن أمانته إلى صاحبها الأصلي، أي التعابير هي ذاتها في هذه الآية، وذلك لأن الله يطالب قوم فرعون بتأدية الأمانة إلى الله، وذلك بأن يشكروا الله على ما أعطاهم من نعم. وعلى رأسها نعمة الأمان، وأن يتوقفوا عن الطغيان على الناس كشكر على هذه النعم. وبما أن أداء الأمانة هو نوع من التقوى، فلذلك ارتبطت صفة كل واحد من هؤلاء الرسل أنه أمين بمطالبته قومه بالتقوى. والأمين هو الذي يضمن الحفاظ على هذه التقوى، أي لو لم يتقوا فلن يمهلهم إلى يوم القيامة، بل يعاقبهم في الدنيا. أي وبما أن الشخص الأمين هو الذي تأمن أنت جانبه، فلا تخاف أن يخونك، وبالتالي تأتمنه على شيء ما، فعقاب من يأتيهم رسول أمين هو أن يسحب منهم نعمة الأمن ويخيفهم عندما يروا العذاب الأليم في الدنيا والذي سيؤدي إلى فنائهم. فيوسف عندما وصفه الملك بأنه أمين، بمعنى أن لك صلاحيات أن تعاقب الفاسد في مملكتي، عندئذ اختار يوسف من هذه الصلاحيات ما يتعلق بخزائن الأرض تحديدا. وبما أن الأمين تتعلق بالحفظ، فأخبره يوسف بأني لست أمينا وحسب، أي لست قادرا على الحفظ وحسب، بل أنا عليم أيضا، أي أن حفظي لخزائن الأرض سيكون مبنيا على علم وليس اعتباطا ولا عشوائيا. فكما شرحنا في حلقة سابقة، فالحفظ بهذا المعنى يعني تعويض النقص كما شرحناه في قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. وبالتالي فيوسف سينفذ خطة عملية لتعويض كل مال يخرج من الخزائن بأن يوجد موارد أخرى لتؤمن المال ليدخل الخزينة من جديد. وبما أن هناك من سيتقاعس عن دفع المستحقات المالية التي عليه، فكان ليوسف صلاحية إجباره على دفع المال، فمكانة يوسف عند الملك كمكانة جبريل عند الله، لذلك ربنا جبريل لديه صلاحيات بأن يعاقب أقواما في الدنيا بما أنه أمين. فبينما يوسف يعوض المال الناقص، فربنا جبريل يعوض الطغيان الذي يحدثه الطغاة بأن يضرب على أيديهم ويعاقبهم. ولكن من بعد موسى، أي من زمن عيسى ومن بعده محمد إلى يومنا هذا، فلم تعد هناك رسل يهددون الطغاة بالارتداع، وإن لم يرتدعوا يعاقبوهم عقابا جماعيا لإبادتهم. فقد اختلف الزمان واختلفت الخطة لاختلاف وعي البشر كما سنشرحه مستقبلا. والرسل من البشر الذين كانت صفة الواحد منهم أنه أمين، فذلك لأن جبريل عاقب في الدنيا الطغاة الذين لم يلتزموا بما أتاهم به هذا الرسول من البشر. وللسبب ذاته وصف العفريت ذاته بأنه أمين، لأنه قوي قادر على حمل العرش، وهو أمين لأنه سيحفظ العرش من التأذي خلال عملية نقله من بلده إلى بلد سليمان، بينما الذي عنده العلم فلا يحتاج أن يكون لا قويا ولا أمينا، لأنه لن ينقله بنفسه، وإنما سينقله بالعلم، والعلم هذا لو طبقه الناس اليوم لنقلوا الأشياء في طرفة عين. وللسبب ذاته تم وصف موسى بأنه القوي الأمين،
لأنه قوي قادر على الأعمال الصعبة التي تحتاج قوة عضلية، وأمين لأنه سيحافظ على ما سيأتمنه عليه صاحب العمل من موارد فلا يتركها تضيع أو تتأذى. في المقابل، فالذين نفذوا التقوى ولم يستهتروا بها فجزاؤهم بعد الموت هو أن يكونوا في مقام أمين، أي يوفر لهم الأمان. أي تم استخدام التعبير نفسه لأن تخليص الشعوب المستضعفة من الطغاة الذين ظلموها يوفر في المقابل الأمانة لهذه الشعوب، ولهذا كان جبريل والرسل الذين كان يرسلهم لهذا الهدف تحديدا يحملون صفة الأمين، وللسبب ذاته كان المسجد الحرام يقع في البلد الأمين لأنه يوفر الأمانة لمن كان فيه. بينما النبي محمد، وبما أن رسالته من طبيعتها أن الحساب عليها مؤجل إلى يوم القيامة، لذلك لم يوصف نهائيا بأنه أمين، لا هو ولا عيسى ولا أكثر الرسل، بل على العكس تم إفهام محمد أنك لست عليهم بحفيظ ولا وكيل. فلارتباط الحفظ بالأمين أي أنك لست رسولا أمينا، والأمين فيما يتعلق بأمانات الناس حيث يرد إليهم أموالهم التي ائتمنوه عليها فهذا شيء، وعندما يكون رسولا أمينا فهذا شيء آخر، لأن أمانته هنا تتعلق بالرسالة وليس بالأموال. أي أنه رسول من النوع الأمين، أي أمين على الرسالة، فهو سيضمن تنفيذها أو إبادة من لا ينفذها. وكما ترون، فكل ما سبق لا علاقة له بطبيعة أعمال روح القدس التي تكلمنا عنها سابقا، وإنما أصبح واضحا 100% أن كل ما قلناه اليوم إنما هو يتعلق بربنا جبريل حصريا، ولهذا فهو مطاع، أي لأن المطلوب منه أن يكون أمينا، فبالتالي لا بد من أن تطيعه الملائكة وتنفذ العذاب في من يأمر هو بعذابهم، حيث أن ثم التي أتت بين مطاع وبين أمين هي من قبيل العبارة التالية: دخلنا ساحة المدرسة ومن ثم انتقلنا إلى الفصل، أي أن دخولك الساحة كان ضروريا لتنتقل منها إلى الفصل. وكذلك أن يكون جبريل مطاعا من قبل الملائكة هو أمر ضروري أيضا حتى يتمكن بالتالي من أن يكون أمينا، أي يأمر بالعقاب لمن استحق العقاب. ومن كل ما سبق نرى دقة القرآن العجيبة التي تعطيك الجواب على كل سؤال، حيث رأينا كيف أن القرآن شرح لنا بكل هذه الدقة أن رسول كريم، وعلى الرغم من أن روح القدس وجبريل هما رسل، إلا أن رسول كريم هو جبريل حصريا دون أدنى شك، وبالتالي يكون قول رسول كريم يعني أن هذه السورة التي وردت فيها هذه الآية إنما مضمونها آت من جبريل وليس من الله. لذلك تلاحظون جمال معانيها، لأن الله يتنزه حتى عن المعاني التي تخاطب العاطفة، وإنما كلام الله حق في حق لأنه دقيق كعلم الرياضيات وأشد دقة، وذلك كما سنرى في السور التي يكون مضمونها من الله. وكون أن مضمون السورة آت من جبريل أي معانيها، فهذا لا يستلزم أن تكون ترجمة هذه المعاني إلى ألفاظ اللغة العربية آت من جبريل أيضا، لأن القول هو فقط تعبيرك عن معنى معين ينسب إليك وتكون مسؤولا عنه بالتالي، ولكن لا يستلزم أن يكون منطوقا بحروف وكلمات، وإنما يمكن أن يكون حتى بالإشارة. فمريم أمرت بأن تقول، وقولها كان بالإشارة، وكذلك قول النملة لم يكن نطقا بحروف وأصوات، وإنما كثير من الحشرات تعبر عن معنى معين من خلال حركات تقوم بها،
أي كما تؤدي النحلة على سبيل المثال حركات معينة أمام باقي النحل لتدلهم على مكان الزهور وكم تبعد عنهم من مسافة ونحو ذلك من تفاصيل، وكل ذلك بحركات وليست بالنطق. لذلك نسب القول إلى النملة بينما نسب النطق في الصورة ذاتها إلى الطير، بما أن الطير يصدر صوتا يعبر فيه عن قوله، أي يعبر عن معنى معين من خلال النطق وليس مجرد حركات وإشارات. فالنطق هو تعبير عن القول بحروف صوتية، وهو من صفات البشر أيضا لأنهم قادرون على النطق بلغة معينة فيتم سماعها من قبل الطرف المقابل. والحمد لله رب العالمين.